يا مساء الخير يا حبايب قلبي. اليوم حنعمل شوربة الثوم الفرنسية. شوربة الثوم الفرنسية مكوناتها الأساسية الرئيسية ما تقدري تغيريها الثوم. طبعا الثوم هنا بكمية كبيرة، المفروض اني احط اكثر، بس انا هنا حطيت 7 فصوص ثوم كبيرة، وعندي هنا بصل اخضر، المفروض اني انا احط كرات اللي هو الليك، بس انا ما عندي فاستبدلته بالبصل الاخضر، وعندي بصل ابيض، وعندي بطاطس مقطعته بهذا الحجم. اوكي، هذه 4 المكونات الرئيسيه. باقي المكونات حيكون عندي كريمه، مرقه الدجاج او لحم اللي متوفر عندك، زعتر بري، فلفل اسود وملح، بقدونس، اخر شيء ما راح احطه في وسط الوصفه. عندي شويه جبنه، الجبنه هذه اضافيه من عندي، شويه بواقي جبنه يعني من الثلاجه بقيت عندي فححطها في الشوربه، وطبعا اكيد الزيت الزيتون. وكمان عندي خبز، المفروض اني انا استخدم الخبز الفرنسي او الخبز البريوش، بس عندي التوست وكمان نخاله، فليلا حنحطه على الوصفه. قدر على النار، راح احط شويه زيت زيتون وراح احط البصل. الشوربه هذه ما في تكشين ولا تحمير، يدوب بس يقبل البصل، راح احط عليه البصل الاخضر. وراح احط عليه الثوم، هنا عندي قلت لكم خطط، هنا 7 فصوص ثوم ازرق، وراح اقلبهم كده شويه على النار، ممكن اعطيهم رشه ملح عشان يذبلوا اسرع. قلبتها كده شويه، وراح احط عليها البصل البطاطس، راح احط ملح وفلفل اسود، وكمان راح احط الزعتر اللي هو الأوريغانو. راح أقلب كده شويتين، بعدين راح أحط مرقة الدجاج. قلبتها تقريبا 3 دقائق، راح أضيف عليها مرقة الدجاج. مرقة الدجاج هذه أنا مفرزتها في الفريزر، وقت ما أبغى أخرج لي علبة أحميها على النار أو في الميكروويف واستخدمها. الحين بعد ما تغلي راح اسيب النار هاديه مده 20 دقيقه او ربع ساعه لحد ما اشوف البطاطس استوى، بعدين راح احط باقي المكونات. بعد 20 دقيقه ما شاء الله استوى عندي البطاطس وكل امورها تمام، راح احطها في الخلاط تنخلط مظبوط، وراح ارجعها مره ثانيه في القدر، ولانها لسه حاره راح اتركها تبرد كده 10 دقائق ربع ساعه، بعدين راح احطها في الخلاط، لأن لو حطيتها في الخلاط وهي حارة راح تعدم خلاطي، فنستنى عليها شوي. وهذه شوربتي خلطناها، شايفين كيف قوامها كريمي. ممكن انت تكتفي بالمرحلة دي ما تحطي عليها كريمة، انا راح احط كريمة وجبنة، ولاني ما ابغاها شوربة ثقيلة راح احط عليها شوية موية. تقريبا الكمية اللي ضفتها من الموية كوب موية حارة. الحين راح اضيف الكريمه، تقريبا عندي ثلث كوب كريمه، وكمان راح اضيف الجبنه. الجبنه اختياري لكم، اذا ما تحبوا لا تحطوا. عبالا تستوي الشوربه راح احمر الخبز. هذا الخبز اللي عندي خبز نخاله، دهنته بزيت زيتون. هذه شوربتي ما شاء الله انتهت، ضبطت الملح، زدت عليها ملح شوية، وراح أحط عليها شوية بقدونس وأقدر أقدمها على طول، جدا لذيذة. هنا عندي قطعة صغيرة من الخبز قطعتها مكعبات، أحمرها على الطاوة. لما أقدمها راح أحط عليها شوية خبز من فوق، شوية بقدونس، وشوية بهار إيطالي. هذا البهار الإيطالي إيطاليان سيزن، شوية مو كتير. نفس الشيء راح أسوي للحلوين هذا.
طبعا هذه من انواع الشوربه اللي ما تتفوت. انا مره احب الشوربات هذه الكريميه اللي تجي نكهتها كذا مره لذيذه.